الى الفتره الاداريه، وفتره برضو مهمه نعم فتره عملك بالاعلام، ولكن في نفس الوقت ده حضرتك وصلت زي ما حضرتك قلت مدير التسويق في الاتحاد، وبعد كده عضو مجلس اداره، ومدير المنتخب الاولمبي، ونائب رئيس الاتحاد، واعتقد في وقت كنت فيه امين الصندوق لا نائب رئيس، او نائب نائب الرئيس. الرئيس يعني. هي اداره التسويق الحقيقه كانت فكره كابتن سمير زاهر، لانه فوجئت لقيته بيكلمني فبيقول لي انا عايزك تمسك التسويق. جبت مين بقى ساعتها؟ معايا عمرو وهبي ساعتها، وعمرو الحقيقه كان كادر جميل يعني. فبدانا نتعلم في بعض، وبدانا نشتغل، وبعد كده حطينا خطط. كان معايا مين بقى؟ استاذ محمد طويله، امال ايه، رئيس نادي النجوم، امال ايه، وكان معايا الاستاذ حاتم الحسين كاله الاهرام للاعلان. دي كانت اداره التسويق، ايوه، انا وعمرو وهبي واستاذ محمد طويله وحاتم الحسين. حاتم الحسين، وعملنا شغل كويس جدا جدا، بس كانت لسه قصه التسويق ما كانتش لسه في البث، ولا كان لا 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 كانش في الكلام ده خالص. لا بس بدانا بقى ايه نسمع بموضوع التسويق يعني. الى ان جه بعد كده كابتن سمير قال لي انا عايز اعمل، مشينا بقى، وبعدين رجعنا بقى، رجعت نائب رئيس. وكانت مفاجاه بالناس كلها ان انا كنت عضو مجلس اداره مع اللي هو حرب، ورشح نفسي نائب رئيس، وكله قال لي انت مجنون وازاي ومش عارف. انا عارف يعني، عارف قدراتي كويس، وعارف امكانيات شكلها عامل ازاي، فالحمد لله نجحت بشكل كبير يعني. فلما دخلنا بقى، فكاب سمير بصراحه قال لي بص يا احمد، انا عايز حاجتين ما حدش هيعملهم الا انت. قلت له اتفضل. قال لي التسويق بتاع الدوري، وحفصل البث الفضائي عن البث الارضي، وبيع البث الفضائي. حقيقه يعني، ومن هنا البدايه دي. هنا بقى كانت البدايه. كنت انا في دريم، فرحت للدكتور احمد بهجت. كان بكام بقى الدوري العام يا باشا؟ مليون، ب 3 مليون جنيه. 3 فرحت انا، كنت 3 مليون كنت جنيه، بشتغل في اوربت، وكنت بشتغل في دريم، في دريم. فرحت بعت ده ل 3 مليون، وده ب 3 مليون بقى 6، بقى 6. والكابتن سمير كان عايز 3، فقال لك ايه ده، كانوا موجودين ساعتها كمان، راحوا كمان دافعين 3 مليون جنيه، فجالنا 9 مليون جنيه ساعتها. رقم بقى غير طبيعي. يا نهار ابيض، ده سنة كام يا كابتن؟ 2001 2005 5؟ مش بعيد، مش قريب، مش بعيد لا قوي، مش يعني بعيد قريب. لا 2005 ده 3 مليون جنيه. وجه فقال لي ايه، انا عايز ابيع الرعايه بتاعت الدوري العام. اشتغلنا احنا الاثنين حلو، والحقيقه هو كان ليه دور كبير جدا مع كليك، كان الله يرحمه استاذ محمد نصير، فودافون، وانا مع الباقيين دلوقتي يعني. هي كانت اول فودافون، كليك بقت كليك، وبعد رجعت فودافون. وانا اشتغلت مع رعاه تانيين والبث الفضائي، فخلى قصه التسويق دي تدخل للاتحاد. قصه البث الفضائي، قصه رعايات الدوري العام، رعايات البرنامج عندي بقت تغري الناس بشكل كويس. بدات قصه الاعلانات. هنا بدانا بقى نفكر في الانديه، لان انا قلت له يا كابتن سمير، طب احنا الحمد لله النهارده عندنا 9 مليون جنيه. وعندنا الجمعيه العموميه كانت 83 نادي ساعتها.